السلام عليكم، عمار بن عجيلة 35 عام من ولاية الأغواط. دليمي ميلود 29 عام، تقني في الميكانيك الصناعية. تليلي محمد كمال. سلام الأمين 31 سنة من برج عمر إدريس ولاية تيليزي. غزاوي عبد الحليم 25 سنة من ولاية المنيعة. البي حجاج 27 سنة، ماستر في الهندسة الميكانيكية. التجربة كانت مليحة من بتروفاك، حيث استفدنا من خبرة تاع الأساتذة. كانت تجربة مليحة، تعرفنا فيها على ناس جدد، اكتسبنا فيها خبرات، شفنا فيها حوايج ما شفناهاش من قبل. كنت في مجال آخر، مجال إداري، مع العلم أني شفت الإعلان تاع شركة بتروفاك في مديرية التشغيل، هذا الشيء اللي حفزني أني نكون من ضمن متربصيها. التدريب اللي درناه هنا في بتروفاك كان مفيد جدا. أنك تشوف حاجة كيفاش تتخدم، ماشي كيما كيتقر عليها في ورقة ولا حاجة كيما هكذا. وزادتنا باش قدمنا السي في تاعنا في شحال في بزاف شركات وبزاف مجالات، حطينا فيها السي في تاعنا وكانت لنا فرصة باش لقينا خدمة بعد. نوصي كاع الشباب أنهم يجوا إلى التكوين هذا، يتكونوا باش يكتسبوا كفاءة مهنية وخبرة في المجالات التقنية هذه. وننصحهم باللي هذه حاجة إيجابية في الكاريير تاع الإنسان، تطوروا مهنياً، تطوروا، وفيها كما نقولوا فائدة للحياة الفردية تاع الإنسان. أو يطور نفسه ويطور المهارات نتاعه. أنا ما نسميهاش حصة تكوين، أنا نسميها فرصة عمل. تعرفنا بناس أخرين جدد، وتعرفنا على خيرة الأساتذة كانوا هنا في السنتر، خبرة، كفاءة وعمل. يعني لحظة ما نقدرش ننساها، بحيث أني كنت الماجور دو برومو في الدفعة تاعي، حيث كرمت من كبار المؤطرين تاع بتروفاك، شركة بتروفاك. الجو العائلي هذاك اللي خلقناه هنا في المركز كان كيما نقولوا خلانا ننسوا، ومع لي فورماتور كانوا كيما نقولوا شغل حنا شغل هما بوياتنا، شغل كانوا يعاملوا فينا معاملة حسنة. كاين ياسر لحظات وكلها تقريبا بارزة، بداية من الأسلوب المعيشي اللي هي في شومبر اللي كنا ساكنين فيهم، الناس اللي عرفناهم، تجربة مليحة بكل مواصفات يعني.